بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة عن الكومبلكس كاربوهيدرات، الكولد بولي ساكرايد، يعني بولي ساكرايد أو الكومبلكس كاربوهيدرات اللي هي السكريات العديدة أو السكريات المعقدة. contain many units of glucose linked together by one four glycosidic bond. يعني قلنا لو جزء واحد سكر يبقى ده مونوساكرايد، لو اتنين يبقى داي ساكرايد، لو أكتر من كده من 3 ل 9 يسموه أوليجو ساكرايد. طيب أكتر من كده بقى يبقى مور كومبليكيتد، يبقى أكثر تعقيدا، عشان كده سموه بولي ساكرايد، وبرضه لينك توجذر باي ذا سيم بوند إن ذا داي ساكرايد ويتش إز ذا 1-4 جلايكوسيديك بوند، اللي هي رابطة ما بين الكربون رقم 1 و 4 and release one molecule of water. number of water equal n minus 1. النمبر of water ده اللي هو number of glucose molecule. linking minimum glucose، لو انت تيجي تربط الجلوكوز مع بعض كده together through condensation reaction او dehydration reaction، لان ده macromolecules. how are macromolecules formed؟ formed by dehydration reaction or condensation reaction. example starch which is a plant starch هو نشا نباتي، او الجلايكوجين which is an animal starch نشا الحيواني، and cellulose which found in the plant cell wall. Firstly, the starch. Starch is long chain up to 4,000 of glucose units. يعني أكثر من 4,000 وحدة من السكر الجلوكوز. Linked together by 1-4 glycosidic bond. نفس الربطة السكرية. Have fewer branches of glucose chain. زي ما نشوف كده ده السلسلة الأساسية، يطلع منها تفرعات على الجنب. تفرعات دي تفرعات قليلة. Fewer branches. عكس glycogen which has many branches. Found in many fruits and vegetable. Starch found in many fruits and vegetable. And starch is the storage forms of glucose in the plant. يبقى starch is the storage forms of glucose in the plant. Animals then break down the starch into glucose subunits. يعني لو أنا عندي starch هيتكسر ويتحول يبقى جلوكوز عشان استخدمه كمصدر للطاقة. أدى الستارش يتحول يدي جلوكوز، والجلوكوز طبعا يحصل بريك داون في السيل ويديك الانرجي. الستارش تو تايبس مي بي ان برانشد، يعني غير متفرعة، لينير لايك الاميلوز، اور برانشد هاز تشين لايك الاميلو بيكتين. Second type of complex carbohydrates which is a glycogen. Glycogen is a animal starch وده النشا الحيواني. A storage form of glucose in the animal. يبقى البلانت is a storage form of glucose in the plant. But the glycogen is a storage form of glucose in animal. Have many branches as you see. في تفرعات كتيرة زي ما انت شايف كده من الايه الجلوكوز تشين عكس الايه الستارش. After we eat starch food، يعني تناولت وجبة غنية بالسكريات او النشويات like البيتز البريدز او البوتيتوز، starch is hydrolyzed to glucose، يعني يتكسر ويتحول يديك الايه الجلوكوز. Then the blood stream، تيار الدم، carries excess glucose to the liver and muscle. بعد كده تيار الدم يحمل السكر الزيادة للليفر والمصل عشان يحصل له ستورينج، عشان يتخزن، ويتخزن على ايه؟ ستورد از جلايكوجين اللي هو انيمال ستارش. طيب in between eating، ما بين الوجبات وبعضها، liver releases the glucose into the blood stream. يطلع الليفر ده يطلع جلوكوز في الدم، وبالتالي البلاد جلوكوز كونسنتريشن از اولويز اباوت 0.1%، يعني حوالي 100 ملي جرام بير ديسيليتر. يعني لو انت عندك 100 ملي من الدم المفروض يكون فيهم في المتوسط 100 ملي جرام، يبقى انت كده نورمال بيرسون نوت دايابيتيك بيرسون. Cellulose is third type of complex carbohydrates found in the plant cell wall. ده ما بتخزنش، ده بتبقى موجود في cell wall. Used in the structure and support بدعم وتركيب. It is a polymer of beta glucose. ده مصنوع من beta glucose residue. Cellulose largely passes through out the digestive tract as fiber or roughage. يعني we haven't enzyme in the digestive system to digest the cellulose, so it passes through our digestive tract as fiber. يعني ما فيش انزيم بيهضمه، عشان كده بيدخل ويمر في القناة الهضمية، بيسموه الفايبرز أو
الرافج. طب فائدته ايه؟ It is believed that the fibers in the diet يعني الالياف اللي موجوده في الوجبه الغذائيه necessary for a good health، مهمه جدا لصحه الانسان. بعض العلماء اقترحوا او من ابحاثهم اثبتوا ان الفايبرز ده الموجود في البلانت بريفنت الكولون كانسر، بيمنع سرطان القولون. والى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله.